وعيسى عليه الصلاة والسلام هو النوع الرابع من أنواع خلقه عز وجل في الخلق، وذلك أنه جل وعلا خلق الناس على أربعة أنواع: إما أن يكون مخلوقا من غير أم وأب وذلك كآدم، وإما أن يكون وهو النوع الثاني، وإما أن يكون مخلوقا من أم دون أب وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون مخلوقا من أب دون أم وهي حواء خلقت من آدم، وإما أن يكون وهو النوع الرابع والأكثر مخلوق من أم وأب وهم سائر ما خلقه عز وجل البشر.